الجزائري نظمته جريدة الهداف الجزائرية. وشارك في سبر الآراء 126 وسيلة إعلامية أجمعت على أن إبراهيمي هو اللاعب الأمثل لنيل الجائزة بعد تقديمه موسما متميزا مع منتخب الخضر في نهائيات كأس العالم الأخيرة بالبرازيل، ثم في دوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي. ويتجه تركيزه حاليا نحو كأس أمم إفريقيا في غينيا الاستوائية مطلع العام المقبل. إنه شرف كبير أن أتلقى هذا التتويج. أشكر جميع من صوت لي وكل من شجعني، وأهدي الجائزة لبلد الجزائر ولإفريقيا. أتمنى أن لا تكون الجائزة الأخيرة. أركز حاليا على كأس أفريقيا وأتمنى أن نبلغ مراحل متقدمة. إنه يستحق هذه الجائزة، إنه لم يسرق هذه الجوائز بل اجتهد واستحقها جميعا. لقد اجتهد ولعب مباريات جميلة وأنا متأكد أنها لن تكون الأخيرة. حقق يونيكس كازان الروسي في